السلام عليكم أخواني متابعي قناة شروحات بالعربي، معكم أخوكم زكريا من سوريا. بالفيديو السابق أخواني تعلمنا آلية عمل الغسالة. أخواني لحنا عرفنا طريقة عمل الغسالة، لكن لازم نعرف طريقة ربط القطع بالكرت. أنتوا شايفين الكرت الآن أمامكم، هذا الكرت موجود، هي الكرت الثاني نفسه. فهذا الكرت راح ننتقل للكمبيوتر لنشوف الصورة التوضيحية للتوصيلات، يعني نحن راح نعرف العلاقة ما بين الكرت والقطع في هالفيديو. راح ننتقل إلى الكمبيوتر، اخواني هاي الكارت مثل ما انتم شايفينه، كارت البوش، غسالة اوتوماتيك البوش. هون الموتور، المضخة، حساس درجة الحرارة، صمام الماء، عنا هون السخان، عنا هون ميزان مستوى الماء، عنا قفل الباب. لازم اخواني نعرف العلاقة بيناتهم، يعني هون حساس الماء، انا اخترت له هاي الالوان لنعرف التوصيلات. حتى ممكن يكون شخص مثلا ما عنده الروزيتا مثل ما بقولوا اخواننا المصريين، يعني ما عنده الوصلات، راح يعرف هي عملية توصيله اذا اجا هيك شيء. هي الاجرتين بيكونوا للحساس. هون عندنا صمام الماء، سحب الماء بالبوش، هن في صمامين فيهم البارد بيجي مشترك، هاي البيرد مثل ما انتم شايفين بيجي مشترك، بعده بيجي لكل صمام خط بياخد من واحد من هالترياكات، هدول ترياكات الصمام. هاي كلياتها ان شاء الله راح ندخل عليها بدروس تفصيلية، ولكن الان لازم تعرف انت التوصيلات، طريقة توصيل القطعة مع الكرت. الموتو، المضخة، هون خلونا نجي على المضخة. المضخة راح يجي خط من هالاتجاه وخط من هالاتجاه. بالنسبة للموتور، الموتور هدول خطين التاكو. بدك تقول لي انت شلون عرفتهم خطين التاكو؟ بامكانك اخي الكريم، يعني خلينا نشوف، بامكانك ترجع لهي هون دائرة تحكم كرت الغسالة، انا رسمها كلياتها التاكو، بامكانك ترجع للفيديو. وعلى الاغلب انا بتمنى منكم كلياتكم جميعا انكم تراجعوا الفيديوهات القديمة، لاني هي الدورة فيها تكملة للفيديوهات القديمة او صقل كامل. اذا قلنا هدول خطين التاكو، نحن شلون عرفناهم خطين التاكو؟ بينين عليك، هن بيجوا رفاع، يعني بيجوا خطين رفاع مهن سماك. طيب صفي عنا خطين، خط واحد للترياك، الترياك المسؤول عن سرعة الموتور. صفوا عندك هدول الثلاث خطوط هدول هن المسؤولين، اثنين بيجوا من الريلي، عملية تبديل الريلي، لان بدهم يعطوا خط، يعني بده يقصر اثنين ويعطي خط البارد، او يقصر هدول اثنين ويعطي البارد لهون ليغير دورة الموتور من اليمين لليسار. نفس الشيء كمان موجودة الرسمة كاملة هون، لاني بالدورة الجديدة ما راح نشرح هالطريقة هاي، احنا رايحين نتبع الخطوات، ولكن هالطريقة هاي الفيديو هذا موجود كرت الغسالة، ارجع عليه وتفرج عليه، راح تنسقل معلوماتك ان شاء الله رب العالمين كلياتك. طيب هلا نحن هون عرفنا هي توصيلات الموتور، جكة الموتور، المضخة، عرفنا المضخة حساس، في عنا هون خلونا نشوف. طيب في عنا نحن هون سخان الماء، كلكم بتعرفوا في عنا بالبوش بيجي هي السوكي، هي تجي من عكس الكارت يعني، ولكن اجريها. هدول الثلاثة بروحوا لقفل الباب،
وبالفيديو راح نوضحهم. هذا واحد ما شاء الله مثل حكيتي رسام ما فيها، وهي اتنين، وهي الخط الثالث. خلينا نعملهم هيك لنشوف بينو. اه وضعوا هاي الخط الثالث. طيب للسخان، السخان راح يروح له هذا الخط وهذا الخط. هلا بسألني هذا الخط وهذا الخط مشان ايش؟ هاتي لنشوف. بميزان الماء تتذكروا كلياتنا شرحنا ان له هذا غير ميزان ماء، يعني له اربع خطوط. الرئيسي راح ياخذ من هات، الرئيسي التوصيل بياخذ من هالاجر. طيب هاد راح يروح للمضخة، ولكن كيف راح يروح للمضخة يا اخوان؟ هات لنشوف، شغل لي مخك. هذا في حالة الماء زادت عن حده وصار الماء زائد، راح يشتغل هاد، ولكن طلعوا وين بده يجي؟ اذا انتبهتوا بالفيديوهات السابقة راح يجي هون هيك. ها طلع هون، يعني ما هو يستنى يجي امر من هالاجر، وهذا الخط البارد للترياك هو اصولا يكون هي، ومن هون بيجي الامر من المعالج وهي هون راح يوصل. لكن في حالة الماء الزائد شوفوا هن منين اخدينه، اخدينه لهون يعني من هالاجر. في حالة الماء الزائد مباشر راح يشتغل هيك، وهذا راح نفصله تفصيل، ولكن لازم تعرف التوصيلات. هي من هون صفة هات، هذا بتحسس الخطوط اني شغال خط ميزان الماء. المعالج بأي طريقة بيعرف اني هل ميزان الماء شغال او ما شغال، بيعرف عن خط الراجع. شايفينه خط رفيع جدا، هون في مقاومة. اذا قلبنا الكرت بالعكس راح نشوف في مقاومة، ومن بعدها راح تروح للمعالج. يعني هاي مقاومة وهي هون خطين صغار، خطين ارفع، هادو كل شي رفيع هذا برو للمعالج. شايفين خطوط المعالج كلها رفيعة، اما خطوط التيار ال 220 بتكون كلها سميكة. هون عندك خط السخان، طلع خط السخان. هون الريلي، هاي الريلي، هاي الاجرين تبعت الريلي، هذا الخط الرئيسي للريلي. وهي عندك هالنقطة هاي وهالنقطة هاي، بيجوا 12 فولت من المعالج راح يعمل توصيل بين هالنقطة وهالنقطة. هو بداية الأمر بيكون على النقطة هاي الفاضية. هذا كلياته راح نتطرق له إن شاء الله رب العالمين خطوة بخطوة، وكل شيء بدايته. يعني راح نبلش من دخول الكهرباء، قلنا 220 ولحنا ماشيين خطوة خطوة، ولكن هاي المعلومات ضرورية جدا بإمكانك تحتفظ فيها إذا حبيت تعمل اختراع توصيلي. بيكون عندك هاي هي فكرته. اخواني الفيديوهات القادمة ان شاء الله رب العالمين راح نشرح عن ترانزستورات. هي عائلة ترانزستور، منها ترانزستور والترياك والموسفيت، راح نشرح عنهم. راح نشرح عن المقاومة، راح نشرح عن الزينر، راح نشرح عن المجموعات، عن كل شيء بختص في دائرتنا الإلكترونية، طريقته، طريقة فحصه، وإيش بنستفيد منه ضمن مهنتنا. لحني ما بدنا نخترع مثل ما قلت لكم، لحني إخواني ما بدنا نكون مخترعين، لحني مصلحين، لحني منا مهندسين، لحني مصلحين أسطوات. كلمة مهندس كلمة فضفاضة،
خلينا عم استوانا، رحم الله امرؤ عرف حده فوقف عنده. لهني مصلحي، لهني هذا الترياك، بنعرف شلون طريقة فحصه، أما إيش في داخله وبإيش خرج نستفيد منه، هذا أمر تاني نحن بغنى عنه. وبالأخير لا تنسونا بالاشتراك والإعجاب، بصير عنا دافع لنقدم ونستعجل بالدورة. وبالأخير السلام عليكم ورحمة الله.